يلعب كرة عرضية إلى منطقة الجزاء، ملعوبة مرت بعيدة إلى الصيعري. يا سلام يا سلام، يعني الصيعري بصراحة يستحق التحية على اعتبار أنه رغم أنها ثاني مباراة، لكن يعني بالفعل مدرب الفريق نجران أصاب في وضع بديلا عن العامري. هذه كرة ملعوبة، الله، بحثنا عن هدف عله أن يكون من أجمل الأهداف من الطرف النصراوي، وجاءنا هدف هو فعلا من أجمل الأهداف من طرف نجران. الهدف الأول لنجران يسجل دوسان، الله يا دوسان، يفرح نجران دوسان. شوف الكرة مرة ثانية، دوسان وضع كرة ساقطة، استغل تقدم راضي، استغل غفوة راضي، وسجل الهدف الأول لمصلحة نجران. يسجل الهدف الأول للمارد النجراني. من يفرق لم تسجل أي نقطة، الأنصار ينهي الدور الأول إذا خسر في هذه المباراة وهو صفر من النقاط، لكن يرفض ذلك الأنصار ويتقدم في المباراة، ويرفض أن يخرج من هذه المباراة إلا وهو محمل بالنقاط الثلاث. الأنصار يبدأ المباراة بقوة، والأنصار يتقدم في المباراة، والأنصار يسجل أول الأهداف. القادمون من المدينة المنورة بحثا عن النور، بحثا عن العودة إلى الأجواء، بحثا عن المنافسة من جديد، وعلى أقل تقدير البقاء، ورأسية للأنصار. من عمر شوط المباراة الأول وآخر سبع دقائق متبقية لنهاية هذا الشوط، حمد عالية وفرصة وزوران ودوسان، ولا هذا ولا ذاك، دوسان جابها، دوسان جابها، ودوسان سجلها، والهدف الأول لنجران، لدوسان، لإعادة نجران، بل إن دوسان هو من يعيد نجران إلى المباراة، ويسجل نجران حالة التعادل إذن، ويعود نجران إلى المباراة، ويفرح أنصاره، ويفرح متابعيه، ومشجعيه، ومحبيه، وعدم التعادل لنجران، ما فيها أوفسايد أبدا من زوران إلى دوسان، في البداية كان لا هذا ولا ذاك، لكن دوسان عاد وسجل التعادل، وعاد نجران إلى المباراة، وسجل التعادل الفريق النجراني. ومارد الجنوب كنترول، دوسان عنده هدف وحيد في النصر، وهدف فارق هنا، تقدم جميل، وجهاد لحسين النجم السوري، دوسان والهدف الثاني يضيع، المتميز واللاعب الرائع من البلاي ميكر، من اللاعب المتميز من جهاد، والكرة اللي وصلت باجتهاد إلى دوسان إلى الهدف الثاني، حاول فيها عبد المسيسي، جهاد هو اللي صانع وهو اللي يريد أن يصل ويلعبها، عواض يحطها، والله على دوسان، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والله كنت حاس ان النجران ممكن يعود، وكنا نتكلم العقرع خطير، العقرع خطير يسجل،
هدف نجران، وشوف الجماهير النجرانية السعيدة بتسجيل التعادل. هذا اللي خاف منه الاتفاق، هذا اللي ما حسب حساب الاتفاق. هدف من الأقرع دوسان، من الأقرع دوسان، يا سلام على دوسان وعلى نجران، يسجل هدف التعادل. والله هذا اللي ما حسب حساب الاتفاق، هذا اللي ما حسب حساب الاتفاق. ويا سلام على نجران، عاد بقوة 3 أهداف في شوط واحد. والله